السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة عبد الله البركاني، مرحبا بكم. اليوم خوتي خواتاتي، جيت للجهة ديال برجوا ولات، واحد البلاصة سميتها هذا حي عثمان، وواحد البلان راه كاين للبيع. المساحة ديالو 120 متر وفيه دو فصاد، الثمن ديالو المتر واحد يبيعوه ب 220 ألف. المهم ها هو البلان كما راكم تشوفوا، راه كبير، فيه 120 متر وجاي في موقع زين، هما بانيين الديور من هنايا وجاية الغابة قريبالو، هما الناس عادي يبنيو بهاد الجهة قريب دوك الجبال اللي فيهم الغابة. والطريق ها هي طريق عريضة وعندو دو فصاد، عندو واحد الفصاد يشوف هاد الدار، الطريق عريضة، وفصاد عاود تاني من هنايا يشوف لها الدار كذلك، وكاين الطريق العريضة تاع الشارع، هاهي الطريق عندها فصاد من هنايا في هاد الطريق، وها الطريق تخرج في ديك الطريق ديال الناظور وجدة الجديد اللي دار. المهم خوتي خواتاتي، هذا هو البلان اللي بغى يشريه، غادي نخلي لكم رقم الهاتف ديال الواتساب في صندوق الوصف تحت الفيديو، ونعاود نصور لكم الاتجاه ديالو تشوفوه. غادي نبعد شويه باش يبان لكم البلان. المهم هذا هو البلان، ها هو راه كبير 120 متر، هذا هو البلان ها هو. ونتمنى ان شاء الله تتواصلوا دائما في القناة ديالي باش دائما نجيب لكم جديد. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناة عبد الله البركاني وفي قناة عبد الله البركاني. كما قلت لكم اخوتي اخواتاتي، اليوم جيت للجهة ديال برجوا ولات، واحد البلاصة سميتها حي عثمان، جاية قريبة للضايا ديال ولات، البلان اللي راه يتباع اللي قلت لكم عليه هذا هو البلان. ها هو عندو دو فصاد، واحد الفصاد يشوف لها الديور، جات الطريق عريضة زعما تبارك الله ما شاء الله، والفصاد ديال هاد الجهة من هنايا ها هو جا في الشارع هاد الجهة. المهم اللي بغا هاد البلان غادي نخلي رقم التليفون في صندوق الوصف تحت الفيديو، وواصلوا مع السيد صاحب هاد رقم تاع الواتساب، هو غادي يعطيكم المعلومات ان شاء الله. خوتي خواتاتي، كما شفتوا هذا هو الحي اللي غيتباع فيه هاد البلان، وكاينين منا البلانات يتباعو. كما شفتوا يعني بهاد الجهه كاينين بانيين فيلات جداد، مازال عاد يكملوهم عاد حرشوهم وكلشي، كاين هنا غير فيلات بهاد الجهه. وعجباتني هاد الجهه تبارك الله ما شاء الله، جايه قريبه من الغابه تاع الجبال. خوتي خواتاتي، الموقع ديال هاد الحي جاي قريب للطريق كما راكم تشوفوا، الطريق ديال طريق المداري اللي داروه جديد ديال الناظور وجدة، الطريق السريع. وهاد البلان من هاد الجهة حدا هاد الفيلا تقريبا، نزيدو غير واحد شويه مور هاد الفيلا مع هاد الطريق نيشان وتخرج في الغابة ديال الجبل. المهم هي هادي خوتي خواتاتي، انا بينت لكم الموقع، وانا بالنسبه لي عجبني يعني هاد الحي هنايا زين فيه الهدوء. المهم يكون خير ان شاء الله، والله يجيب التيسير للجميع. وكاينه من هادوك العمران السكن الاقتصادي ها هوك قريب لهم، ومن هنايا كاين الضايا وكاين هذيك التكنه العسكريه بهاد الجهه، الضايا ديال واولوت. وبالسلامة عليكم في فيديو قادم إن شاء الله.